نشرة الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، والبداية بالعناوين. رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالقصرين يدعو إلى القيام بزيارة تفقدية للقسم للوقوف على حجم النقائص. ووزارة الداخلية تعلم النيابة العمومية بتنفيذ عبير موسي إضراب جوع أمام مقرها. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالقصرين مسعود قسومي اليوم الأحد المصالح المعنية بوزارة الصحة القيام بزيارة تفقدية في أقرب الأجال لهذا القسم الوحيد بالجهة للوقوف على ظروف العمل الصعبة وغير الممكنة به في ظل اهتراء معظم تجهيزاته ومعداته وافتقاره لأبسط الوسائل العمل اليومي. وشدد قسومي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء على ضرورة اتخاذ سلطة الإشراف الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه النقائص والطلبات التي أكد أنه لم يتم الاستجابة لها رغم تكررها. في موضوع آخر، انطلقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي منذ ليلة أمس السبت في تنفيذ اعتصام وإضراب جوع قرب مقر وزارة الداخلية مرفوقة بعدد من أعضاء مكتبها السياسي وفريق الحماية الأمنية الخاصة بها للاحتجاج على ما تعرضت له وأنصار حزبها من عنف ومنح خلال تحركاته، وللتعبير عن معارضة حزبها لما ينتظر الشعب التونسي من ديكتاتورية واعتداء على حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وفق ما صرحت به موسي اليوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. وقالت عبير موسي في تصريحها أنها بدأت مساء السبت إضراب جوع لإطلاق صافرة أنذار موجهة للشعب التونسي حول ما ينتظره من قمع ومن ديكتاتورية ومن مواصلة الاعتداء على حقوقه الأساسية السياسية والمدنية عبر فرض دستور لم يشارك فيه أحد وتم صياغته من قبل شخص واحد وعبر مسار مزور الاستفتاء والاعتداء على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية وفق قولها. وعبرت رئيسة الحزب عن استغرابها مما وصفته بالرعب الذي ركب السلطة والذي جعلها تجند الأذرع والمؤسسة الأمنية لقمع الناس ومنعهم من الوصول إلى مكان المظاهرة، والعنف الجسدي الذي تم توثيقه وانجرت عنه إصابات في صفوف المتظاهرين أمس السبت في مستوى نهج غانا بوسط العاصمة خلال مظاهرة نظمها الحزب الدستوري الحر في ذكرى الجلاء. وفي المقابلة، أفاد رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية عشية اليوم الأحد أن وزارة الداخلية أعلمت النيابة العمومية بتنفيذ عبير موسي اعتصاما وإضراب جوع أمام وزارة الداخلية لتحدد إن كان هنالك مخالفة للقانون وستتخذ الإجراءات المناسبة بإذن منها، مضيفا أن طريقة الاحتجاج لا يجب أن تمس من الأمن العام ومن عمل الموظفين والمواطنين الذين يملكون محلات تجارية في المكان. وأكد بوزغاية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن وزارة الداخلية أقامت الحواجز حول مقرها ليس لمنع التظاهر وإنما لحماية نفسها من الإرهاب، وهي وزارة سيادية وحساسة، معتبرا أن وزارة الداخلية تحترم حرية وحق التظاهر ولم يحصل أي تضييق على المتظاهرين، كما أنها تحرص على حماية المحتجين وتطبق القانون على الجميع دون تمييز بين الأطراف السياسية والاجتماعية وفق تعبيره. كما عبر بوزغاية عن استغرابه من تصريحات موسي حول منع المتظاهرين من التنقل والتضييق على المتظاهرين، قائلا أن ذلك لا أساس له من الصحة، وإنما قامت به قوات الأمن هو تدقيق في مدى متابقة تحركات المتظاهرين لمسار التحرك واحترام بعض وسائل النقل القانون في علاقة بوثائق الجولان وشروطه، وهذا ما أدى إلى اتخاذ قرار منع بعض منها. كانت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 من أكتوبر الحالي دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش والإرشاد الحدودي للحرس الوطني برمادا ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بتطاوين من الإلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوما عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه. في
أخبار العالم، بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الأحد مع صربيا الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة بلغراد في العاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الصربي مع نظيرته بحكومة الوحدة الليبية نجلة المنقوش، التي بدأت في وقت سابق من اليوم زيارة رسمية غير معلنة المدة إلى صربيا كأول زيارة لوزير خارجية ليبي بعد عقد ونصف وفق بيان الخارجية الليبية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالقصرين يدعو إلى القيام بزيارة تفقدية للقسم للوقوف على حجم النقائص. ووزارة الداخلية تعلم النيابة العمومية بتنفيذ عبير موسي إضراب جوع أمام مقرها. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.